تؤمن بأن العمل الإنساني لا تحده الجغرافيا. جمعية الأمل ببلجيكا قامت مؤخرا بمبادرة فريدة من نوعها، إذ تمكنت من حفر بئر بجماعة أمزميز بمنطقة تشيرة ضواف الواد ضواحي مدينة مراكش. السلام عليكم، عبد الغني كامل رئيس جماعة سيدي بدهاش. كنشكروا جمعية الأمل ببلجيكا خالص الشكر على هذا العمل التطوعي اللي كيقوموا به باش يعاونوا الساكنة ديال جماعة سيدي بدهاش وبالخصوص الساكنة ديال دوار أية عمارة الواد للحصول على هذا البئر اللي كنتوما كتنسجوه دابا، وحنا ممتنين لكم كل امتنان على هاد المساهمة ديالكم في هاد الإنجاز اللي هو فعلا كيجاوب على الاحتياجات ديال الساكنة من الماء ديال السقي، وكيتقاطع هاد الشيء مع البرنامج اللي عندنا في الجامعة واللي صرحنا به أننا غادي نعاونوا الناس يحلوا معضلة الماء الصالح للشرب ولا الماء السقي. فكتجيو نتوما بفضل الله وفضل مجهودات هاد الناس اللي في المجتمع المدني ولا الناس ديال المواطنين ديال الساكنة، وحنا يعني واخا نشكركم شكر كثير فما غاديش نوصلوا لكم حق الشكر، لان هذا العمل فعلا الساكنه محتاجه ليه ويحتاج ليه باستمرار يكون متكرر ان شاء الله. كنشكركم بزاف. هذه المبادرة من شأنها أن تروي ظمأ الساكنة وسقي الأراضي الزراعية التي كانت تعرف جرحا كبيرا في المياه، وإيمانا منها برسالة العمل الجمعوي وزعت ذات الجمعية على ساكنة المنطقة عددا من المواد الغذائية الأساسية ومبالغ مالية وملابس. تبارك الله جوج دواور عندنا هنا اللي غادي ان شاء الله ينتجوا من هاد المصلحه اللي جبتوا ان شاء الله. راه كل دوار تكون فيه واحد 400 ولا 500 ديال الساكنه الواحد اللي غادي ان شاء الله يستفيدوا من هاد الشيء. الناس يسكنوا الشجار والناس ان شاء الله تخدم، والساكنه ديال هاد الباديه راه هو الروح ديالها هو الماء. الا ما كانش الماء راه الناس ساكن ما هاد القرويه هو الماء، الا ما كانش هاد الماء الناس غادي يفجروا المدينه وبزاف على الناس يتكفصوا. والله يجزيكم بخير وشكرا. سيدي شكرا على هذه المعاناه اللي درتوا معنا مع الناس، الله يجازيكم بخير ويخلف عليكم. وهاد الناس ديال القبيله راه فرحانه بكم وكتشكركم على هذا العظم الجهد اللي درتوا معنا مع هاد الناس بزاف بزاف. وتبارك الله الماء، تبارك الله راه كاين الماء قوي اللي يقدر ان شاء الله يكفي هاد الساكنه ديال هاد الدوار. كاينين جوج دور هنا، كل دوار تكون فيه واحد 500 ديال الساكنه، والناس ديال القرويه مساكن تكرفتوا من الماء وما عندهمش الماء وكرفتونا بهذا الشيء. الله يعطي سيدي ربي يكرمكم والله يخلف عليكم ويخلف على هذه الجمعيه اللي دات معنا هذا الشيء. وشكرا جزيلا، الله يجازيكم بخير.
العظيم دابا لقيت في الدار واحد الدنيا قالت لي هو هاد الناس الله يخلصهم هي غير قدامك الله يجزيكم بخير الله يخلصكم الله يحكم الوالدين ولكم ما تفقدوا في حكمة الله الله يوسع عليهم الله يحكم عليهم الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم رضى الله ورضى الوالدين رضى الوالدين راه شي حاجة عظيمة الله يعاونكم الله يفتح بالخير الله يسهل عليكم الوالد داركم الله يوسع عليهم الله يغفر ليه الله يجمع المجمع لله يا عاد الحسنات باش ان شاء الله يكون بخير بهذه الجمعيه جمعيه الامل الله يحفظكم ويستركم اللي زيتو شرفتونا بالقدام ديالكم وهذه الزاويه وفرحتوا الناس ديالها جميعا كبيرا وصغيرا وجزا الشكر تيرجع لكم بزاف انتم اللي قمتوا بهذا العمل وفرحتوا هاد الناس بهذا الماء اللي طلع الحمد لله وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يكثر خيركم ويزيد لكم خير بخير ويصلح لكم التريكه ووليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين والله يحيد علينا هذا الوباء والله يجمع الشمل ديال الجميع الله يسير المسيره الله يسير المسيره للخير ويوفقكم للخير ويجمع شملكم ويتوي خاوتكم ويزين لمتكم ويهديكم جميعا الله يهديكم في الخير ويردكم في الاخر الله يصلح لكم الدنيا والايمان الله يوصلكم على خير وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وتنشكر جمعيه الامال اللي قامت بهذا الخير هذا العمل الجبار وتنشكرهم الله يخلف عليهم الله يجازيهم بخير وتنشكرهم من هذا المقر هذا بهذا الخير اللي داروا لنا وهذا البير الحمد لله اللي محتاجه ليه الساكنه داير دوار ايت عمار الواد لصالح للسقي لان الارض ديالتهم ولات يابسه الشجر ولاو يابسين وتنشكرهم على هذا العمل الجبار الله يجازيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين وشكرا لكم انتما اخي فريد اللي كنتوا واسطه والله يرحم لكم الوالدين انتما والله يجازيكم بخير والله يديكم على خير ويردكم على خير ان شاء الله سي فريد وشكرا لجمعيه الامل شكرا لجمعيه الامل تنشكرهم من هذا المنبر هذا عمل جبار اللي داروا لنا الله يخلف عليهم واستبشرت خيرا بها إذ انتظفوا لسنوات بئرا بمنطقتهم للتزود بالماء الصالح للشرب خاصة وأنهم كانوا في حاجة ماسة إليه.